تقريبا صار لي سنة قام اتمرن اللعبة هاي قوة بدنية ورفع الأثقال، شاركت بالبطولات عديدة وحاليا استعد لبطولة آسيا وهي في ماليزيا. جينا أنا وأختي وسجلنا، كان علينا التمرين صعب وقمنا نعضل، بعدين صار مع الأيام مشينا، وأول خطوة لي كان عليه صعب، كنت أشيل تقريبا بس 50-60، وثاني مرحلة كنت أشيل 130-140 هيك، حاليا أشيل 170. يكون عندي فراغ افوت على الصاله العب لياقه بدنيه على التلفزيون، وحلمي انه اصير بطلت عالم واحطم ارقام عالميه، وارسل رسالتي للبنات انه ما يتخلون عن احلامهن، يضلون مستمرين مثل ما اني استمرت.